وازيك شباب، عاملين ايه النهارده؟ قررنا ان احنا هنعمل جزء جديد. طبعا يا جدعان، انا امبارح صورت فيديو وكان في جزء رعب فما قدرتش اكمل، فقلت خلاص هعمل فيديو تاني بكره. فيلا بينا. يا شباب طبعا هتلاقوني شويه سريع في اللعب. يلا بينا، روح هنا وده هيقفلها. خلاص يا بابا مبقتش خايف. يلا ايوه، بص وراها. لا الواد ده الملبوس هيخش عند البيك مان. البيك مان هيطلب مننا ان احنا ندور عليه، مش هنعرف نمسكه. خلاص طز، هيكون ايدي دي انا ميوزك. ناخد ديت وايت هافور، مش عارف بيست نيو، مش عارف ايه. والله يا جدعان هنروح ندور بس على الاجزاء الباقيه. انا شويه بلعب بسرعه عشان ايه الجزء الرابع يا جدعان انا ما عجبتوش، بس اول ما الواد اتلبس عشان ايه ما احرقلكمش عليكم اللعبه. يلا بقى نلعب بالبيانو شويه، لازم يا جدعان بس اخر واحده وبعدين نلعب بالبيانو زي ما احنا عايزين. طبعا ما اعرفش جدعان لغه البيانو ديت بيعرفوا يعني ان هما يعملوها ازاي. يعني بصوا لغه صعبه قوي. يلا بينا يا جدعان نتبع اللغه اللي ما اعرفش هما بيفهموها ازاي. ماشي، كان دين دين دين، هو اصلا ما بيعزفش. فجاه نبص على الواد كويس يعني هيقعد يعيط، ناخد منه. مش هينفع. ده انا نعمل كروش وننزل هنا تحت قباوي. اخش هنا يا جدعان في الحته الرعب ديت وناخد الموسيقى بتاعت الواد، لا تهدئه وتخليه يموت ينام. هو يجي هنا. يلا سلام عليكم، اجري اجري يا شباب. شباب عايزين نجري، عايزين نجري. انتشت، يلا نجري. ف الله يا جدعان، هي دي بقى الحته الرعب. مش هي دي، يعني الحته اللي بعديها، فاهمين قصدي؟ ولما اجري من هنا بقى وامشي الناحيه التانيه، الواد بيجري ورايا. خد ده، حطه في الأزرق وفي ستاني. طبعا معرفش الباسورد اتغير ولا لأ، بس على حسب ظني كان 4 3 1 7. طبعا انت تعرف دلوقتي الباسورد بتاع ايه. بام الواد ده، نخش هنا. لو لقينا 1 7 خلاص يبقى هو 4 3 4 3 1 7. هنعمل ينلوك يا شباب، نعمل هنا 4 3 4 1 7. تعالى يا استاذ، ده انت حبيب يا جدعان. ده الواد ده ملبوس، شوفوا ده سوا بيتلبس. ده حبيبي، ها خلي بالك من كلمة حبيبي ده، عشان انت ملبوس مش حبيبي. ونقفل عليه. بعدين ناخد، هو خد الزرقاء صح؟ يلا جدعان عشان الرعب بدأ. وانا بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب، عشان ايه هيبدأ دلوقتي الرعب. انا اروح عشان اضغط، الواد هيتلبس وهيجري ورايا. بشهد ان لا الرعب اللي احنا المفروض نهرب منه. يا
يا جدعان، انا عايزه اقول لكم ان دي التجربه رقم 10، وانا اصلا كنت قافل الفيديو وبقول ايه اللي هو لو عديتها اصلا يعني الحمد لله، بقى هرجع لكم بعد ما اعديها، معلش مش هقدر اعديها من التجربه. الحمد لله عملتها الحمد لله يا جدعان، انا وربنا خايف. اخيرا يلا بينا يا جدعان ندخل على اللي بعديها. اهم حاجه ان انا خلصت، يعني اللي هو حرفيا ممكن اقفل الفيديو على كده، انا ممكن اقفل الفيديو على فكره. طبعا يا جدعان انا فضلت ان يكون ده اخر ليفل هنلعبه دلوقتي، بعدين طبعا الجزء التاني هنزله لك بعدين، وده بسبب يا جدعان ان انا عايز كل جزء عشان وقت الفيديو. سلام.